وزير الثروة الحيوانية يعلن الانطلاقة الرسمية للحملة القومية لتطعيم الأبقار والأغنام في كافة الأراضي الوطنية ضد مختلف الأمراض التي تصيب المواشي. ثانوية الشيخ حمدان تنظم احتفالا كبيرا بمناسبة نجاح طالباتها في امتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام بنسبة 100%، وممثلة وزير التربية الوطنية تشهد الحفل. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم العرض الرئيسي لهذا المساء من الفضائية التشادية على هامش مشاركتي في أعمال منتدى الاستثمار الأفريقي الذي استضافته مدينة شرم الشيخ المصرية. فقد التقى معالي رئيس الوزراء بايمي باداكي البير بوزير الصحة المصري الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وقد تباحث الطرفان حول مجمل القضايا الصحية. حسن درمون. على هامش المؤتمر الدولي في شرم الشيخ، التقى رئيس الوزراء بايمي باداكي البير مع وزير الصحة المصري الدكتور أحمد عماد الدين راضي، حيث تباحث مع الوزير المصري حول تطوير العلاقات الصحية بين البلدين مصر وتشاد في إمكانية بناء فروع لمصانع الأدوية الطبية من مختلف أنواعها وبيعها بأسعار منخفضة في تشاد لعلاج الأمراض المعدية المستعصية مثل السرطان والملاريا والأمراض الأخرى، وكذلك بإرسال القوافل الطبية. وأكد الوزير المصري أن بلاده ستقوم بإرسال أطباء متخصصين في جميع المجالات الطبية، وتشاد ستقوم ببيعها في الأقاليم. رئيس الوزراء فهيمي فتاكي البير أكد للوزير المصري استعداد تشاد استقبال هذه القوافل الطبية المصرية، وأن تشاد ستقوم بتنفيذ إمضاء هذه الاتفاقية بأسرع وقت ممكن. ومن ناحية أخرى، رئيس الوزراء أشاد بالدور الصحي الذي تلعبه جمهورية مصر العربية في مجال الصحة وتقوية الكفاءات الصحية في تشاد، وطلب معالي من جمهورية مصر العربية الشقيقة تسهيل استقبال المرضى التشاديين لعلاجهم بأسعار منخفضة. وأقبل لقاء وزير الصحة المصري أحمد عماد الدين الرادي تحدث للصحافة قائلا: تناقشنا في موضوعين هامين، الموضوع الأول موضوع الدواء، الموضوع الثاني موضوع الصحة بصفة عامة والتبادل الفريق الطبي بين مصر وبين دولة تشاد. بالنسبة للدواء، نحن على استعداد لتوفير الدواء، وخصوصا بالنسبة للأمراض التي نعلم أنها منتشرة بشكل معين في تشاد كالأمراض المعدية كالبلهارسيا وكالتيفود والملاريا وغيرها من أمراض الصدر ومن أمراض الإسهال. عند عرض هذا على دولة رئيس الوزراء بتشاد، كانت له رؤية أن يكون بدلا من توفير الدواء هو بناء مصانع للدواء المصرية في دولة تشاد، ونحن على أتم استعداد لهذا. وفي الختام، تمنى رئيس الوزراء بايمي باداكي البير للوزير المصري للتوقيع هذه الاتفاقية بأسرع وقت ممكن. وقد حضر هذا اللقاء من الجانب التشادي وزير التنمية والتطور التجاري ومدير مكتب رئيس الوزراء وبعض من مستشاري رئيس الوزراء ورئاسة الجمهورية والسفير التشادي في جمهورية مصر العربية.